خلاص يا عم انا زهقت يا عم، انا مش هكمل، مش عايز اكمل في البرنامج، بقى لهم شهر عمالين يعملونا ايه، انا محدش بيعملني كده، في ايه يعني، في عايزين نكلم اهالينا، مفيش مكالمات ومفيش اي حاجه، في ايه يعني، يو بقى خلاص انا محدش بيعملني كده من ايام الاوتيل، وكل شويه اخرسوا من غير كلام، ايه في ايه يعني، عشان ايه يعني، عشان استاي اكاديمي، مش عايز استاي اكاديمي انا خلاص، انا مش عايز، هم هيجوا دلوقتي يقعدوا هنا يعملوا لنا ايفال، انا مش عايز ايفال ولا عايز حاجه، انا اقول لهم ان انا متضايق اهو بس خلاص، استغفر الله العظيم يا رب، انا عمري ما كنت متضايق كده، ليه هم يخلونا متضايقين كده يعني، وبعدين ايه اللي صار، عايزانا في اسبوع واحد نرقص كده، ومدام ميري نفتح بقنا كده ونتنفس من هنا ونطلع في الكاميرا، طب ازاي نعمل كل الحاجات دي في وقت واحد، ازاي يعني، استغفر الله العظيم يا رب، انا بجد عمري ما كنت بتنفس على حد كده، ومش هينفع اتنفس عليهم كده، بس طب كده ممكن، طب ممكن بعد ما اخلص اقول لهم ما يتضايقوش، طب ما لا هيتضايقوا يعني، ما لازم يتضايقوا بصراحه، أو متضايق خلاص، ما هم ما يضايقوش، انا ما بحبش حد يضايق مني يعني، انا بحب وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقه انا لا ماليش في دول، وماليش في الدمع لا ولا في الناس الشياله، كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول، وبحب اللي مخليها على الله اللي ما يحسبهاش، ده العمر قصير لنتغير ولا ما نعشهاش، ده كان شالوا هم وحرق الدم يا عيني.